السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة. لعشاق التحليات، لعشاق التحليات الباردة السهلة والبسيطة، اليوم عندنا طريقة عمل تحليات البسكوي الباردة بدون طهي، جد بسيطة ولذيذة جدا. إن شاء الله تجربوها وتحطونا تعليقاتكم أسفل الفيديو. اللي ماشي مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس أمرا. راح نحتاجو طبليطة كاملة تاع شوكولا الحليب، عادي أي نوع شوكولا متوفر عندك، حطيها في كاسرولة، زيدي لها حوالي نصف كأس من الحليب وحطيها على نار أو بانيو ماريا أو حمام مائي وخليها تدوب، أو حطيها على نار يعني ضعيفة حتى تدوب وخليها تبرد. هنا عندي 200 مليلتر كريمة سائلة، الكمية اللي حضرتها أنا كمية يعني جدوة صغيرة، يعني بلا صغير. لما حضربتها حوالي 10 دقائق، لما طلعت معايا ضفت لها داك الخليط ديال الشيكولا والحليب اللي كان بارد. نحاول نطلعها مليح مع كريمة الشونتي أو نخلطها مليح بهذه الطريقة حتى نتحصلوا على قوام سائل. هذه التحلية هي خليط بين الجلاس وكذلك التحليات، يعني تحلية جد بسيطة بين بزاف، جربوها نتحصلوا على هذا القوام. ونعاود ندربها تضريبا مليحة حتى نحس انه هذاك الخليط جانس يعني بطريقة جيدة. كما قلت هذه تحلية باردة تجمع بين التحليات اللذيذة وكذلك الجلاس، لأنه هذا الجلاس لما نحطوه يبرد راح يتجانس ويتحولنا إلى طبقة شبه الجلاس. راح ندربها مليح بالباتور حتى نتحصلوا كما قلت على قوام يعني يكون خاطر. المهم هنا في الجانب الآخر عندي المول، حطيت عليه أولا الكيس البلاستيكي حتى تسهل علينا أنه لما نقلبوا الكيكة ديالنا لما تبرد أو التحلية ديالنا ما تلصقش معنا ويبقى تبقى محافظة على الشكل ديالها. كطبقة أولى حطيت هنايا بسكوي عادي، بسكوي ديال الشاي المتوفر في الأسواق بسعر يعني جد بسيط. حطيت كطبقة من الكريمة، نحاول يعني نساوي كامل الطبقة فقط يعني نزعزع فقط يعني المول هكذا حتى هذاك البسكوي يتشرب يعني الكريمة. نحط كطبقة ثانية كذلك من البسكوي ونكرر العملية ونحط يعني الطبقة الأخيرة كريمة ونغلق عليها بواسطة الكيس البلاستيكي ونحطها في الثلاجة عادي حوالي 6 ساعات إلى ليلة كاملة، وبعدين نروح للتزيين ليكون اختياري وعلى حسب المتوفر. كما قلت يعني كيكة ولا أروع أو تحلية ولا أروع، لذيذة جدا أكيد ولادك راح يطيروا بها لأنها بلينة بزاف. نتمنى تجربوها لمعلا. كما قلت بعد ما حطينا الطبقة الأخيرة، الآن كما قلت بعد ليلة كاملة الكيكة ديالنا يعني أو التحلية ديالنا بردت وتجانست، نحيد لها الكيس بلاستيكي وحطيتها في صحن التقديم. وعندي هنا علبة دانيت بذوق الفانيلا أو دانيت شوكولا، المهم أي يعني المتوفر عندك، المهم أو بذوق الكراميل، المهم المتوفر عندك. يعني دهني سطح التحلية بعلبة واحدة فقط. كما قلت التحلية هذه كانت كمية صغيرة واللي يحب تحصل على كمية أكبر عليه فقط مضاعفة المقادير، وانه يعمل يعني بلا أو مول يكون كبير. المهم بعد ما حطيت كامل هذيك الدانات على سطح التحلية نزينها بخطوط رقيقة من الشوكولا الدائبة ونعملها يعني بواسطة عود شواء، يعني الحركة الهندسية اللي راهي واضحة في الفيديو. وصفة بزاف سهلة اقتصادية، تحضريها في 10 دقائق وتقدميها باردة. لما نكملوا تزيين تاع التحلية نحطوها في الثلاجة حوالي نصف ساعة حتى فقط انه الكريمة تتجانس يعني وتقعد محافظة على الشكل ديالها. رائعة رائعة، جربوها البنات ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتحطوا لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب يعني اذا اردتم، وتشتركوا في القناة فضلا وليس امرا. كان هذا كل لنهار اليوم مع ام اميرة، تحلية البسكوي الباردة بدون طهي، طريقة عمل جد بسيطة وكذلك مقاديرها كذلك متوفر ان شاء الله في كل البيوت. تنبيه فقط اللي ما تشي متوفر عندها
الكريمة السائلة يعني سائلة، تقدر تعوضها بكأس من بودرة الشانتيه، وكذلك يعني كأس مملوء نفس المعيار الكأس حليب يكون بارد، يعني يكون في الفريجو بارد بزاف، وتطلعها عادي وتعمل نفس الطريقة، يعني كتجيها نفس كذلك نفس النتيجة. نتمنى تجربوا الوصفة، طرية لذيذة جدا، راح يطيروا بها ولادك، تقدم للعائلة وللضيوف إن شاء الله. ترقبوني في وصفات قادمة إن شاء الله. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.